أسامة النهارده قال لي ديانج ومحمد مجدي قفشه وخط الوسط بالكامل، يعني نعتبر ان الثلاثي الهجومي اللي قدامهم كمان في خط الوسط اعتقد ادوا دور متميز في مباراه اليوم. ديانج النهارده عوض غياب السوليه، في البدايه مبروك طبعا ثلاث نقاط للنادي الاهلي اللي يستحقهم النادي الاهلي النهارده، واللي حسم المباراه خبره لاعبي النادي الاهلي. خط الوسط كان ليه دور مهم النهارده خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاول كان الخطوط متباعده شويه، فكان دايما الكره الثانيه بتبقى من نصيب لاعبي الاسماعيلي، لكن الشوط الثاني تقاربت الخطوط. ديانج النهارده انا بعتبره نجم المباراه، يعني عمل مباراه النهارده كويسه جدا. كان هو الوحيد اللي كان بيفسد دايما هجمات الاسماعيلي او في عمليه قطع الكرات في وسط الملعب، كان قام بيها بدور كبير. قفشه برده النهارده كان رمانه الاتزان في نص الملعب، كان دايما هو اللي بيربط الخطوط، دايما هو اللي عنده الحلول، هو اللي كان دايما حتى لو شفنا في فرصه الهدف هو اللي عملها لمحمد هاني بره، ولما الشيخ والشيخ عملها لهاني الكره اتجمعت في الحته دي، فكان دايما قفشه يعني رابط الخطوط مع بعضها. طبعا الشوط الثاني مع نزول وليد سليمان كمان في حته وسط الملعب قدامهم ادى كمان افضليه لنص الملعب، كمان التكمله الهجوميه اللي جه اللي كان بيجي دايما وليد سليمان من نص الملعب دي ادت افضليه للنادي الاهلي. النهارده لو شفنا الهدف اللي جابه النادي الاهلي دي يعني تحس ان الكوره خبره وليد سليمان، يعني الكوره حطها حته الارض دي وفي زاويه بعيده عن حارس مرمى الاسماعيلي محمد مجدي، فهي في نقطه بعيده. نفس الكره دي جت لمحمد الشناوي، لكن هنا الطول بيفرق في حراسه المرمى. محمد مجدي حارس مرمى مميز لكن القصر شويه ممكن ما قدرش يجيبها. الشناوي في الشوط الاول نفس اللعبه اللي حطها بكيت اللي حطها سيلفا بكيت سيلفا، نفس الكره في مكان صعب جدا، لكن الطول بتاع محمد الشناوي اداله الافضليه انه يعمل تراي عليها ويطلعها بسهوله، فهنا حته حراسه المرمى. لكن النادي الاهلي خط الوسط النهارده ادى بشكل مميز جدا، كان عمليه الاستحواذ اللي بتميز النادي الاهلي كانت موجوده وبشكل كبير، وعمليه الاستحواذ دي دايما بتخلق من خلال الفرص. النهارده الاسماعيلي برضو بنحييه ادى مباراه جيده، في لعيبه كان عندها حماس كبير معظم المباراه، جري وجري كتير النهارده، لكن خبره لاعبي النادي الاهلي النهارده كان ليها دور يعني مهم جدا في المباراه، خاصه زي ما بقول لك خلق الفرص. النهارده لو شفنا الفرص اللي عملها لاعبي النادي الاهلي وخاصه لاعبي الوسط هتلاقي النادي الاهلي راح بفرص كتير وبفرص اهداف محققه جدا النهارده.